مبدئيا اللي قدام حضرتك ده شخص مش مقتنع ببيتس وموسيماني، شخص شايف ان الاهلي كبير جدا عليه، شخص شايف ان الراجل ده الاعلام سنده جدا، وفي بعض من صفحات السوشيال ميديا الكبيره سنده جدا ومتركز معاه غير في الاوقات الحرجه، زي مثلا الشوط الاول النهارده قدام المريخ السوداني. انت رايح السودان مفترض انك عندك تارجت انك تكسب علشان خاطر تلعب قدام سيبا التنزاني. هنا في مصر مباراه لو كسبتها تبقى اول مجموعه، اول مجموعه تتلاشى مواجهه الترجي، تتلاشى مواجهه سان داونز، تتلاشى مواجهه الوداد، خصوصا ان انت فريق نوعا ما ما عندناش ملامح. الاهلي فريق جوه الملعب دلوقتي ملوش ملامح وشخصيته مش واضحه. ولو انت بتقول ان انا كذاب، عايز اسالك سؤال ومن فضلك رد عليا فيه. ايه هو اقوى خط جوه ملعب الاهلي مع باسم موسيماني؟ هل هو خط الدفاع؟ هل هو خط النص؟ هل هو خط الهجوم؟ ام هل هو محمد الشناوي؟ والاجابه الرابعه دي بتمحي كل اللي انت هتتكلم فيه. فلو انت عايز تجاوب وتقول لي حاجه تانية، خط الدفاع هو اللي قوي جدا بتواجد بدر بانون او تواجد ياسر ابراهيم، فالهدف التاني اللي جه في الاهلي النهارده بيرد عليك رد حاسم جدا وبيقول لك ما تتكلمش على خط الدفاع الاهلي ان هو خط دفاع قوي. في وجود محمد هاني للماتشات اللي بره ملعبك، بتبقى عارف ان محمد هاني بيكون واحد من اكبر نقاط الضعف بتاعتك جوه ملعبك، بس عادي احنا بدانا نفس التشكيل اللي كسبنا بيها فيتا كلوب بره. بس الحاجه اللي اتغيرت ان احنا كنا عاملين تحضير كويس لمباراه فيتا كلوب، كان لازم ان احنا نكسب علشان خاطر نصعد، بس بعد ما كسبنا وبعد ما خلاص قربنا من الصعود وخلاص بنسبه 90% صعدنا، خلاص مش عايزين حاجه تاني النهارده، نصعد تاني بقى زي ما نصعد اول، احنا بطل افريقيا السنه اللي فاتت واحنا بندافع عن نسختنا. طب يا جماعه احنا عندنا شخصيه جوه الملعب تقول ان احنا فعلا بندافع عن نسختنا، ولا بتقول ان احنا فريق نوعا ما مهلهل، فريق نوعا ما لو في فريق قوي الشوط الاول داس عليك ممكن يعمل عليك سكور، لان انت النهارده لما اتعمل لك كارت ارهاب اول 10 دقايق من لعيبه المنتخب السوداني وكان في ضرب كتير، لعيبتك بدات تخاف وبدات تفش وبدات ترجع ورا، ولو بدات ترجع ورا خط الدفاع بدا يكشف وبدات تشوف ان في مساحات وبدات تشوف ان في فدان ممكن لعيبه المنتخب السوداني يقدروا يستغلوه، وده فعلا حصل. شفنا الهدف الاول وشفنا كمان ان الاهلي عنده مشكله، ان الاهلي باين قوي ان في مشكله، ان لعيبه الاهلي ضاعت بعد الهدف ولعيبه الاهلي مش قادره تبص بصين ثلاثه على بعض، لاليو ديانج ولا عمرو السوليه ولا محمد مجدي قفشه واضحين ولا عارفين يمسكوا نص ملعبهم، جونيور اجاي ومحمد شريف تايهين، مروان محسن واقف في حته لوحده، فبتلاقي ان الاهلي عباره عن ثلاث فرق جوه الملعب، خط الدفاع في حته، خط النص في حته، خط الهجوم في حته، تقعد تسال نفسك يا جماعه في ايه؟ ما ينفعش ان انا اتلعب عليا وان سايد جيم قدام المريخ السوداني زي ما اتلعب عليا وان سايد جيم قدام سيبا التنزاني، وتطلع الشوط الاول وانت 2-0 بعد ما ضربت الجزاء اللي حصلت للمريخ السوداني، رمضان عجب طلع محترم وطلع قناه بالهدف اللي هو جابه وراح مطلعها بره. لما الراجل طلع بره وقلنا كويس ممكن احنا نرجع في الجيم، والشوط الثاني بيبدا هنعمل ايه بقى مع موسيماني؟ ابدعنا بقى بتغييراتك. طاهر محمد طاهر تمام، طاهر محمد طاهر وجوده كان ضروري، وجود والتر بواليا المهاجم اللي منحوس اللي ما بيعرفش يجيب جون تمام عادي، ما عندناش اي مانع ولا اي مشكله. الشوط الثاني بيبدا محمد شريف بيديله واحده بيشوطها برجل الحارس، بنقول خلاص واضح ان المباراه دي مش جايه لنا، لان محمد شريف واحد من اكثر اللعيبه المحظوظين قدام المرمى بيضيع، فخلاص واضح ان المباراه مش جايه. وتبص كمان تلاقي ان بعدها موسيماني بيقرر ان هو ينزل حسين الشحات، وبيقرر ان هو ينزل وليد سليمان، وليد سليمان اللي هو اخر مشاركه ليه في الدوري احنا بنسيناها من فتره طويله، اللي هو كان انتاج الحربي، بعد انتاج الحربي ما اعتقدش ان وليد سليمان لعب ماتشات في الدوري تاني. وليد سليمان نزل، هل قدمنا اي حاجه قبل ضربه الجزاء اللي بياخدها طاهر محمد طاهر بمعلمه وبصياعه وبيقدر بدر بانون يحرزها؟ ما قدمناش اي حاجه. طيب قدامنا 20 دقيقه بقى المريخ بدا يرجع، بيعملوا شويه هجمات مرتده، المهاجم بتاعه واضح ان هو عامل جيم نوعا ما راكب فيه بدر بانون جوه الملعب وبيقدر ان هو ياخد منه كل كره مشتركه وبيقدر ان هو يعدي منه واحد على واحد كتير، وبدر بانون بيقدم اسوء مباراه من ساعه ما جه الاهلي فيها. طيب هل متاح لنا ان احنا نسجل؟ لا مش متاح. طب ايه اللي حصل؟ لقطه تعادل قفشه لعب على كروس، بيقدر ياسر ابراهيم اللي جاي من تحت خالص علشان خاطر دي اخر كره في المباراه ان هو يتعادل. هل يستحقنا التعادل؟ اطلاقا. هل الكره كفئتنا ان احنا نوعا ما كنا بنتدلع؟ كفئتنا بكده. هل في كلام كتير هيبدا يتكلم على ان الاهلي محتاجين لجنه التخطيط بتاعتنا تقعد مع موسيماني وتتكلم معاه على سوء الاداء الملحوظ دايما كل شوط اول في مباريات الاهلي؟ ما اعتقدش، لان ناس كتير قوي تطلع تقول لك الارضيه كانت سيئه، الحكم كان ظالم، الاهلي اتظلم، بلا 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 بلا، المشكله في مش موسيماني. مع ان يا جماعه شخصيه الفريق من شخصيه المدير الفني، لما المدير الفني ما يكونش عنده شخصيه ويكون كل حاجه وفيها مبدا يجوز يجوز يجوز، كهربا بيعترض عليك يقعد شويه وبعد كده الشناوي يتحايل عليا، يجوز يرجع التمرين تاني ما عنديش اي مشكله، يجوز لعيب ما كانش بيشارك فتره طويله يرجع يبدا اساسي، يجوز ان احنا نعمل حاجات غريبه قوي عكس بعض، وكله بالنتائج، النتائج ماشيه معانا زي الفل.
ما تدورش بقى على اداء ولا تدور على اي حاجه، لان معروف عندنا في مصر نتائجك كويسه اعلام هيطبل لك، جمهور هيطبل لك، هتلاقي ناس تانية تقول لك ما تشجعش الاهلي روح شجع بايرن ميونخ او روح شجع اي حته تاني، لان الناس كلها عايزه حاجه واحده بس، تقول لهم موسيماني عظيم، الاهلي عظيم، الاهلي بيقدم كره حلوه، غير كده هيقول لك انت مش اهلاوي. طب يا جماعه انتوا شايفين انتوا كاهلاويه يعني فئه بيور طبيعيه اللي انتوا يعني شايفين الموسيماني مدير فني عظيم ولاعيبه الاهلي بتقدم كل اللي عليه، شايفين الاهلي عمل حاجه النهارده او الاهلي عمل حاجه الفتره الاخيره غير مباراه فيتا كلوب اللي لعب فيها تلت ساعه بس قدام فيتا بره ملعبنا؟ لو انت عندك اجابات جاوبني، لو ما عندكش فاعمل لايك، ولو عندك اعمل سبسكرايب، وممكن تشتم تحت في الكومنتات او اعمل ديسلايك معاك، بس اهم حاجه تعمل سبسكرايب. معلش بقى اخوك برغم كل اللي هو قاله ده، بس بننتقد حاجه معلش سيبنا ننتقد، هيتلاقي في ناس كتير قوي بتطبل فما جاتش على اوكي اللي بينتقد.